انا بقول البطوله دي بطوله فارقه للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ده. لو كسبوا لو الاهلي كسب بطوله افريقيا ابطال الدوري هتاخد كابتن محمود الخطيب وهتاخد مجلس الاداره ده في حته تانية خالص. لو الاهلي ما كسبش بطوله افريقيا ابطال الدوري معلش خلينا نبقى صراحه دلوقتي مع ظروف الفرق التانية اصبح ان نسبه ان الاهلي يفوز ببطوله الدوري كبيره كل سنه بيخشها. فالنهارده ما بقاش هو ده الهدف الرئيسي بالنسبه للجمهور. ما بقاش النهارده معلش يعني لو الاهلي كسب بطوله افريقيا ابطال الدوري الا بقى لو الاهلي خرج وعمل بقى ماتشات كبيره قوي فبقى في بوتنشال ان لا طيب ماشي انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان الضغط اللي على المجلس الضغط اللي على المجلس ممكن تخليه غصب عنه انه ياخد قرارات. يعني ده اللي انا بقوله. انت اللي انا عايز اقول لك بالخبره كده ان شعبيه محمود الخطيب تشيل المجلس في اي ازمه عشان نكون واضحين. يعني اي اسم تاني يجوز اللي انت بتقوله لكن مع الخطيب الجماهيريه ميدو بتشيل حب الجمهور يشيلك. في مواقف كتير اتعرض لها الاهلي لو مش محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب هو اللي موجود الامور كانت تتاثر. انا اسف بقول لك ان البطوله اللي جايه دي هتاثر على كابتن محمود الخطيب حتى زي ما انا طبعا مقتنع ان كابتن محمود شعبيته اعلى من اي واحد تاني كان موجود او موجود ولكن لا انا مش بقول اعلى شعبيه او مش اعلى من اللي موجود. انا بقول ان شعبيتك بتشيل يعني في الازمات شعبيتك بتشيل. مواقف كتير اتعرض ليها الاهلي لو مش الكابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي لو اي حد تاني ايه ممكن ايه المواقف؟ لا ممكن ما قدرش يكمل. لا مواقف كتير ايه لا قول لي ايه المواقف؟ قول لي يعني ايه المواقف اللي اتعرض له مجلس اداره الاهلي اللي انت بتقول لي ان لولا وجود كابتن محمود الخطيب كان المجلس هيقع؟ انا ما قلتش يقع، انا قلت يتعرض يعني. يتعرض لهجوم بشكل كبير. كل المواقف يا سيف اللي النادي الاهلي تعرض لها ومجلس اداره الاهلي تعرض لها هم اللي حطوا نفسهم فيها بايديهم. انا مش بقول يعني برضو يعني انا مش بقول ان هم حطوا او هم ما حطوش. انا بقول ان لو حد تاني اخذ القرارات حتى لو المجلس الحالي هو اللي اتحط في مواقف معنا هو اللي اخذ القرار. الشعبيه دايما لما يكون الرئيس عنده جماهيريه كبيره النهارده الجمهور لما يجي يزعل بيزعل من النجم بزعل مختلف تماما عن اي شخص اخر. صحيح ولكن انا برضو بقول ان الناس النهارده عايزه تقول ان مفيش خلاف خالص ان محمود الخطيب هو اكتر لعيب عنده شعبيه جه في تاريخ النادي الاهلي ويمكن في مصر صح. لكن النهارده في اختبار حقيقي هل لعيب الكوره الجامد لازم يبقى رئيس نادي جامد لازم يبقى ادرجي جامد ولا ممكن يبقى لعيب كوره جامد ويبقى ادرجي باقل او التوقعات منه. الاثنين مش انا من وجهه نظري الاثنين بغض النظر عن حاله الكابتن محمود الخطيب الاثنين مش ريليتد ببعض. يعني ما يشترطش ان انت تكون لعيب جامد واداري جامد وممكن تكون لعيب جامد واداري جامد دي ما تشترطش. يعني امبراطور الاداره في مصر كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي في الاداره مهما كان لاعب او حجمه كلاعب لا هو في الاداره اجمد منه كان لعيب في منطقه لعيب. اخرى تماما بحكم الناس يعني. فدي ملهاش علاقه بدي بدليل في الاتحاد الدولي بدليل في الاتحاد الافريقي. الاداره عالم لوحده الاداره أنا فن لوحده. انا اسف عندي راي ان النادي الاهلي لو ما كسبش بطوله افريقيا ابطال الدوري جمهور الاهلي عمره ما هيعتبر محمود الخطيب رئيس نادي ناجح. التحدي الحقيقي والهدف الحقيقي اللي عند جمهور النادي الاهلي هو الفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري. ده في رايي يعني.